وكما عودناكم دائما في عالم تنقيب الماء والمعادن، بزاف ديال الناس طلبوا مني طريقه الصنع للجهاز اللي كندير به تنقيب المعادن. في هذا الفيديو غادي نوريكم الطريقه ديال الصنع ديالو باشياء بسيطه، يمكن لك تصايب حتى انت جهاز ودير به تنقيب المعادن. سبق لي ودرت لكم فيديو بطريقه الصنع لهذا الجهاز هذا اللي كندير به تنقيب الماء، وشتو الطريقه ديال الصنع ديالو، وبزاف ديال الناس شكروني على هذا الجهاز هذا. الاشياء اللي يمكننا نحتاجوهم في هذا الجهاز هذا اللي نديرو به تنقيب المعادن، اول حاجه عندنا هنايا جعبه ديال اينوكس تكون فيها 25 ديال السنتيم، وعندنا جعبه واحده اخرى تكون اما اينوكس واما غونفاليزي واما قصدير، يعني كيف ما بغيتي ديرها نتايا حتى هي كذلك ومثال 25 ديال السنتيم. وعندي هنايا اللدون، هذا اللدون باش كيصيدو التليفونات والراديوات، يعني اللدون الجيد. وعندي هنايا الكبريت، ضروري خصنا الكبريت نستعملوه في هذا الجهاز. وعندنا هنايا واحد الجعبه دايرها فيها هنايا الزواق الابيض، الزواق الابيض دايرونها في واحد القريعه هنايا، هذه القرعه هذه صغيره به باش كنخدم، وزاد الزواق الابيض ضروري خصو يكون هنا قدام، ديرو في واحد الجعبه ديال الحديد بحال هذه. وعندي هنا لاكس صغير كيف ما لاحظتوا، عندي هنا لاكس قد ما بغيتي دير لاكس كبير صغير، يعني حسب الشده ديال يديك نتايا. وعندي هنايا هذه ديال الكونفاليزي كنستعمل فيها دوك الاشياء، ديك الاشياء اللي كنقلب عليها كنديرها هنايا باش كي باش كتبحث لي هذا الجهاز هذا على داك الشيء اللي كنقلب عليه. وعندي هنايا الهند، ضروري خصنا الهند، وغنوريكم هذا الهند هذا في كيكون له دور فعال في هذا الجهاز هذا. وعندي هنايا هذه الشده في كنشد ديال اليد، غنوريكم كيفاش غتركبوها هنايا بواحد الطريقه اللي هي بسيطه، وبهاد الاشياء اي واحد يقدر، هاد الاشياء هادوم اي واحد يمكن يكون عنده في دارو ويصايب جهاز بحال هذا. دابا الطريقه ديال المونتاج ديال هذا الجهاز هذا كيف ما غادي تلاحظوا، اول حاجه غادي نشد هاد الجعبه هادي، غادي نضيف لها هاد الكبريت هنايا لداخل، خصني ضروري نخشيه في الداخل على هاد الطريقه هادي اللي لاحظتوها نتوما بحال هكا، خصو يبقى ما خصكش تدخل بزاف. وغادي نشد هاد الجعبه هادي اللي قلت لكم فيها هاد الزواق الابيض، غادي نشدو هاد اللدون، ضروري هاد اللدون هذا اللي قلت لكم عليه غنخشيوه في هاد الجعبه هادي على هاد الشكل هذا كما كتلاحظوا بحال هكا، وخصو يقيس ليا في هاد فهاد 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 خصو يقيس ليا هاد الكبريت هذا على هاد الطريقه هادي اللي لاحظتو بحال هكا بحال هكا على هاد الطريقه هادي. وغادي نشدو هاد الجعبه هادي على هاد الطريقه هادي باش كنشدو الطريقه بحال هكا على هاد الشكل هذا، وكنشدو هاد اللاكس هذا واحد الثقبه في هاد الجعبه هنايا، وهاد الثقبه ما خصهاش تكون واحد 7 سنتيم، يعني ما تكونش كبيره ما تكونش صغيره، ها المسافه اللي يمكننا نستعملو في هاد اللاكس هذا فين نشدو بالطريقه، يعني ما خصكش تخليها مرخوفه كون ما زيرتي باش في يديك ما كتبقاش تلعب في يديك وتبقى تحرك، يعني خصها تكون مزيره. وكنشدو هاد هادي ديال الكونفاليزي، وكنشدو هاد الكرو البولون ديال هاد اللاكس هذا، كنزيروه على هاد الطريقه هادي بحال هكا تكون على هاد الشكل هذا على حساب الرورما، الا بغيتي دير رورما كبيره بغيتي ديرها صغيره صغيره. بالنسبه للهند، هاد الهند اللي تكلمت لكم عليه ضروري خصني نستعملو هنايا، يعني على هاد الطريقه هادي كما كتلاحظوا، هو اصبح جهاز لتنقيب المعادن، يعني الطريقه ديال الصنع ديالو فهي بسيطه كما كتلاحظوا. كل ما يخص في هذا الفيديو ما تنساوش دعمونا في القناه، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.